العدسات اللاصقة لن تقتصر مستقبلاً على تصحيح النظر، ذلك ما يؤكده على كل باحثون في جامعة دوغون البلجيكية، إذ ستتحول هذه العدسات إلى شاشة مصغرة صالحة لبث العديد من المعلومات والبيانات. بيانات مصدرها الهواتف الذكية مثل الإرساليات القصيرة أو تلك المتعلقة بحركة السير. هؤلاء الباحثون طوروا نظاماً قادراً على بث معلومات مباشرة عبر أعين الأشخاص، وذلك بتطوير شاشة LCD على شكل عدسات لاصقة. إنه ليس خيالاً علمياً، وهذا لن يعوض شاشة السينما التي تبقى الأفضل لمشاهدة الأفلام، ولكن لأسباب خاصة سيكون من المفيد الحصول على صور مباشرة على عدستك اللاصقة، أي أنها ستكون وسيلة مثلاً للعثور على معلومات حول العقارات التي تحيط بك، أو لقراءة الإرساليات القصيرة الواردة على هاتفك الذكي لأنها ستبث مباشرة على عدستك اللاصقة. وفقاً للباحثين، سيتم مشاهدة الصور على حساب خسارة طفيفة للضوء الحقيقي، لكن هذا الإكسسوار سيقدم في المقابل حماية أفضل من الأشعة فوق البنفسجية، وقد يستخدم لأغراض طبية أيضاً. بما أن سطح العدسة قد يصبح داكناً، فإنه يمكن إعادة استخدام هذه العدسة كقزحية اصطناعية تنظم انتقال الضوء إلى الشبكية. بعض الناس يعانون من تلف القزحية، ما يتسبب في اضطراب نقل الضوء، وهذه العدسة ستتغلب على المشكلة. الباحثون يتوقعون أن يبدأ تسويق هذه العدسات اللاصقة خلال 5 أعوام المقبلة.